بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة والسيدات المشاهدون والمشاهدات، مرحبا بكم وسهلا في برنامج خروج. الخيمة لغة تنقال الهادي، واصطلاحا كناية عن شوخر. احنا كيف تعرفوا كنا في البادية وكانت الحياة بسيطة ومتيسرة، اللبن واللحم والزرع والتمر ونقم وريق العجل والرغيد وقلمبية وكرط النميرات وبري ومدرس وخبط وممعس والشكوى منخوضة والدار الموخوضة والفر والصرمية والفرقان حمية والتاديت التروي تكفم اللي فروي الغاز الحطب والونك للطب والضو تازنت بلا كونتيرة وللماء ما لا يجيك فكتيرة. منين صعت البادية شور الدشرة رفدنا معانا شمل العادات والتقاليد كانت صالحة تقدر تعود لذاك الزمن وليك البيئة البدوية، غير ربما تعود ما هي الصالحة المدنية وتعود معطلة وحدة معوقات التنمية عند شمل الناس. كانت الطفلة في الزمن الأول نادر أنها تلحق 16 سنة ما وحلت، وكان الطفل ما يتخطى العشرين ما كبر، وكان السكن والشقة والأبرتما عبارة عن بنية تعق بتعود في الزيرة وتعق بتعود خيمة شراويط، ومن يخلق يشير والله اثنين تعق بتعود خيمة توبر كفاية اللي نحن فيه. وتبدأ الأسرة بشياها حلوبة يعقب وعود وقلفة ويعقب وعود وأقزي ويعقب وعود سرح. وكانت الناس الأولى تعبر عن الفرح بيوسر من الطقوس، من تقاليع البنت للحدنة للظفير للعلاق للبراز الراس النعامل للترواغ لحشلاف ومن صداق للدفوع للرحيل للمحارة للفسخة. وزادوا أهل الدشرة الحوصة والطليصة وزريق الفضة والسلام والخطبة وتمراق أسبوع والحفلات ودي فيلا وأبارتما ونقاتو رزين وبونتي والعصير وندوية الأصحاب وهي الأصحابات. هذا من المراسيم والتعقيدات باسم المحافظة على العادات وباسم المكانة الاجتماعية والتفخار وأيارات هي اللي كثرت العزوبة في التركة وكثرت العنوسة في الطافلات وكثرت بالتالي ما يترتب على ذلك من تجاوزات. لمعرفة أسباب عزوف الشباب عن تعداد المناسبات اللي يكن عنها بومبوتير وكسكس ويكانها من المادة والله من الموضوع، ولنقاش هذه الإشكالية يسرني أن أرحب باسمكم بضيوفنا الكرام السيد الشيخ سيدي محمد البوجرانة، مرحبا بك سهلة، السيدة خديجة بنت محمد العالم، مرحبا وسهلا، ووالدتنا الطفيلة بنت وداعة، مرحبا وسهلا. وفم ضيف قال انه جاي في الطريق الى ما جاء لا يكر له عن الغايب، كيف كرت السيك. ايها السادة والسيدات المشاهدون والمشاهدات، ضيوفنا الكرام، مرحبا بكم وسهلا في الحلقة الجديدة من برنامج خروجه. بداية نختار عندي سؤال فنوفل، نختار نعرف مصطلح عزوف الشباب عن الزواج. يكان دقيق، يكان مثلا الشباب هم العازفين عن الزواج، والله الزواج هو العازف عن الشباب، الشباب والزواج أيهم لما بي عن الآخر؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أيضا بدوري شاكر قناة المرابطون وشاكر على اهتمامها بالتراث واهتمامها بالشأن المواطن أينما كان وحيثما كان، تهتم بشأنه في البادية وينجل الدشرة مولي واكبته وذا هي تتابعه حتى في المدن العصرية. شاكرك أنت جزيل الشكر على ذي الاستضافة أيضا، وهذا ما هو مزحل به اللي من عند تفيتيت لخروجه لا شيء كامل قد يتافق. على كل حال المهمة على أنه يعود مثلا دعاية وتعود مثلا برنامج مواكبة مثلا حياة المواطن ومشاكل المواطن الموريتاني، اياك مثلا نحاولوا نجبروا لها حل ولا تصورات قادين احنا نعالجوها من ذاك المنظور. انا من وجهه نظري على ذا اللي قالوا الشباب عزوفه عن الزواج، فهم عده عوامل هي اللي مؤديه ذاك العزوف، بمعنى اعلن الشباب يعني الزواج هو اللي عازف عن الشباب وليس العكس، بمعنى اعلن ذم الشيء من العادات والتقاليد اللي كي قلت انت في مقدمتك اعلن رفدناها معنا في الباديه وهي ليست على مقاس المدن. احنا اليوم نعرف ان العادات والتقاليد اللي كنا نمارسه في البوادي عن هون لا يقولوا عن الزواج عن الشباب مثلا ما هو اللي ما بيعن الزواج، ما هو اللي ما بيعن الزواج، لا ما هو اللي ما بيعن الزواج ولا ادل على ذلك، ما هو اللي ما بيعن الزواج ولا ادل على ذلك. اعلن فم مثلا دساتير وفم طرق بدات مثلا تتحلحل تلك المشكله، اعلن بدانا مثلا نخرصوا من ذاك المنظور اياك نحلوا ذيك المشاكل، وبدات فعلا
توضح لنا على أن الشباب ما هو العازف، بل العكس، الزواج هو العازف عن الشباب. هذا يجرني لسؤال. احنا عندنا مجموعة من العادات مرتبطة بهذا اللي ينقالوا الزواج مثلا، وكل فترة بين كل فترة وفترة تبتدع أشياء جديدة تزيد هذه الأمور تعقيد. مثلا احنا آخر الابتداعات عندنا تقريبا هي ندوية الخطبة والسلام، وكان عندنا ندوية العقد وندوية المروح وليالي أبارتمان وتمراق الأسبوع وشهر العسل وربما البية وقياس الخارج. هذا النوع من الأمور اللي كامل يخلط ويشوفوا الشاب دور الله يكرد خط الخلة، الرواية ما تقدر تقتحم، هذا ياسر من التكاليف ياسر. رانا المهر ما تنجينا، هذا لا روايات هي أصلا كمالية غير عاتية لولوية وخمن فيها سابق، هاي روايات الأخرى. هاي ذاك العادات اللي ظالك عنها يا الله هو تستمر وحافظ عليه، والله يا الله هو يقلل منه والله تلتغى. بسم الله الرحمن الرحيم، اشكر قناة المرابطون على هذه الفصل اللي تاعهم نعود فيه نعبروا فيها عن ديارتنا ونقولوا عن قضايا الزواج موريتاني. بالنسبة لي أنا ورأيي الشخصي اللي يظهر لي عن ياس من هذه العادات اللي تطرأوا على الزواج من أكثر اللي عقدوا به. اللي موريتانيا عندها كانت عادات وعندها تقاليد، وما دامت كل مجتمع ما دام تمسك بعادات وتقاليده تم لقاد بشمعة وغروف الزمن. بين اللي نحن كنا نعيشوا عيشة أفضل من ذا، وكانوا أوائل يعيشوا عيشة أفضل من عيشتنا نحن، بهم اللي كان عندهم عاداتهم وتقاليدهم، ونحن ما تفسخنا منهم ولا حكمناهم. أنا على أن عندنا في النص ذيك المناسبة في اللي يظهر أن ياسم من هذو الروايات اللي عادوا يقرأ السلام. إحنا بالنسبة لنا قاع السلام مو مشرع، اللي يرتو يعود مضيوف المهر وحن المهر بعد قاعدين يخلق العقد يكسى يعود المهر وحد وياسم العوايد وأبارتمان والكرويات. هذا ياسم يرتو من حد فيه يكاش ياك يكثر الزواج في موريتانيا وتقل مولي الأنوسة في العليات من مولي وحدات منهم يلحقوا 40 سنة ما يزوجوا. نظرنا لثلاث مساي، واحدة تعود واحدة مطول العين حتى، واحدة تعود مولي ملودة الموظفين عنهم ياس من الفضل. منع العزوف عن الزواج ما هو إلا للشباب، وإنما أيضا الفتيات عندهم الفتيات عندهم 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 مشكلتها. يقر نظرا لذا كامل يلا نشوفه نحن إنه يعطينا نرجعوا لعاداتنا ونتمسكوا بهم ونعودوا مولي نطبقهم للواجهة. بيه اللي زواج اليوم ضعفه يكلف 500,000 ومليون 700,000 ياسم الناس ما هو عنده، ولا قاع مشو دبر فيه لا يبقى ذاك اللي له يعدل وراه الصواير والكراء والسكن ويكبر. بيك مناسبة نظرا لذا كامل يارتنا احنا كمجتمع اصلا عنده تقاليد وعادات نرجعوا لهم. إذا نتكلم عن السلام إنه ما وعد شو السلام خطوة. الفسخ هذيك الأمور الأخرى يا الله يحافظ. ذاك موريتاني الأولي كان عدل الفسخ وكانوا يجيبوا الصداق، يقال الصداق ذيك الساعة يختلف. كان راجل أحد موريتاني راجل كان يمشي ويطيب ويجيب تاسوفنا ملانة من المسك والحاجة والكرويات كاملين والروايح والنيلة وبنظر لهم كان واحد تنعقد عليه 100 بيصة. قال ميس بيصة ما هي بالنسبة لمليون الزمن، ما هي بالنسبة لعشر ملايين، ما هي مكلف من التكليف. وكان واحد ينعقد عليه ياسر، وكان موليه المرأة يتكلفوا بمن منين يثلاوي راحلوا منتم، لا ينشوا لها خيمة جديدة ولا يعطوا هو مرقول هو أسبوع بعد عادات موريتانيا. جمالين قالوا ولا ما ينق عليه راحلة وعليه تاسفرة وعليه عودة طويل الجمال وزينهم وكامل قد وعدم التجهيزات. أعطوها المرأة للراجل، هذا كان يعطوه المرأة يعطوه للراشد، بنت المرأة ترحل يقول جمال كبير ينقال ولا مين قوة زين وعود عليه راحلة زين وعليه تاسفرة زين وعليه شروطه كاملين زينين وبقلاته ومشي لنسي. وكان هو مولي عدلهم هم ياسم التجهيزات. يا قرية كامل كان في ظروف قد يعدل اليوم. اليوم الناس تقدمت وعادت شهر على مخها وظروف عدوى أقسى تنهي ظروف المصاريف. تالي الله مدى تكيف مع ظروفه. تتكيف مع ظروفه. ياك تقدر تتكون أسرة.
شوفوا راي الاخت هاي العادات وهاي التقاليد ان شاء الله هو يحافظ عليها منها وان شاء الله تولي تغوالك. اولا شاكره قناه المرابطون على هذه على هذا الشرف الاستضافه، وشاكرتهم حتى في الحقيقه المجتمع الموريتاني ما هو باخر حاله من يقصر مفعول والله يبطل هذه التطورات التاليه وتجديد اللي طرات تالي في قضيه الزواج والمشاكل اللي تفاقمت. شوفوا احنا انت مخلصوا المهر مهما جاء مليون والله مليونين، عندك المدة قرار اللي تقبع منه اما 30,000 اما 100,000 الى اخره حسب الاسرة وحسب دستور اي اسرة. هذا المعنى على المجتمع الموريتاني بحد ذاته بعد محارب ذي القضية، والمجتمع لين يبدأ يحارب القضية معناها قاع القضية ما هي اللي تقلب المجتمع قطعا. ونين تاو نخلصوا كذلك الشباب ودورهم للزواج وقضايا مشكلة، ما هي المادة مشكلة، ما هي المادة، هو ما خالق أي شيء ما قد ينشا أسرة ومهما كان بساطته. يقال المشكلة بعد قاع طريقة إنشاء الأسرة وطريقة اختيار شريك الحياة وطريقة عيش هذه الحياة. يشير الشاب دور الزواج وقادم على مشروع، ما هو بسيط، ما هو أي شاب أراد زواج عليه بعد قاعد يفكر في أنه قادم عليه مهما كانت ظروفه المادية، المادة هي آخر شيء. وبالنسبة لقضية برتمهات وهذا، أنا ماني ضدهم، بلي دشرة فيها برتمهات، يقال بادير قدو عدد برتمه خيمة تقليدية وعد هذا برتمه وذاك برتمه الدشرة وذاك برتمه البادية، ما تقيرنا عنهم، ما اختلفنا في هذه القضية. لذلك جابر أن قضية عزوف الشباب هذا يعود منه، من الشباب من راسه ومن الزواج من راسه، يعود راجع من جميع الأطراف. أحيانا من يعود من الفتاة هي طول العين في البحث عن شريك الحياة، دور مرة يعود بطرون، مرة دور يعود إذا ناس كاملة شركة تقريبا في الشركة، جميع مشارك في القضية. صحيح صحيح، جميع مشارك في القضية. إذا أنا برنامج ان شاء الله يتواصل معكم عقب الفاصل ان شاء الله، ان شاء الله نطرق بقية الجوار ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها السادة والسيدات، مرحبا بكم في هذا الجزء من برنامج خروجو. دارك لين نخلوكم مع آراء بعض السيدات في موضوع مثلا السلام والفسخة وهي العادات التقاليد كانها يا الله يحافظ عليها والله يا الله يوتفى منها. بالنسبة للفسخة والعوايد يا الله تحد قاعد التقاليد ما ينساهم. وبالنسبة لذاك عاد نتخلف عندي أنا، بالنسبة لي أنا بعد، بالنسبة للشباب التالي عاد نتخلف. بالنسبة للدستور هذا اللي يقولوا ناس يقولوا دسترين ذاك زين، بالنسبة لي أصل الشباب ما هو قاعد يتجوز لو قاعد يتخيم ذاك زين، فيه مصالح له والعليات هم اللي صالح لهم راعيهم. هو قاعد أتكلم عاد يتخطى 30 أو 40 وفاة زوجة ذاك بأهلها، يتحرى ولها بطرون، يتحرى ولها ياسر من المراد اللي ما يوف وليسح ذاك، ما هو بالنسبة ما هو بصالح. سمعت السلام شي من الناس يقول إنه مباح، يشي يقول إنه ما هو مباح، مالك بيسمعت حتى تابعيك السنة اللي كانت ما يعطي السلام إلا يخطب المرأة وتوه منين يصيبها، يمشي الراجل على سعد عياله ويجيب ذاك اللي جاي، مالك بيسمعت هذا هو هو اللي هو 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 اللي ما اللي عاد وما اللي يؤدي. والفسخة كانت تجيب، الفسخة تجيب قايات، يجابوا له سايد، يجابوا القطحان،
وينجاب بلاتات وينجاب ذاك الله ينجاب كامل. اليوم ذاك مات لخالق، تقدمت الناس عن ذاك عاد تنحاز على فضة، يسوى كم ذاك اللي جاي له المرأة وتنقبض منه ذيك الفضة وترتد لذيك الإنسان. ها؟ ظاهر لله أنه هو العاد خالق. به اللي أشبه، به اللي عاد خالق أشبه وقل عار. هذا سمعت، به اللي كانت المرأة اللي ترحل. الناس كاملة تشتغل قل من أجلها والناس كاملة تجيب من أجلها. اليوم عادت الناس اللي أنت جايني أنا ليه تعطيني معاوني تجيب لقيات وتعطيهم لي. هذا مالك به سمعت، وذاك الراجل اللي جاي لمنتي لا يشدها لين أقبض ذيك الفضة ونرفدها ونردها لهم هم، وأنا أصبح أنا حرية في راسي. عودي لا تلات لازمتني لازمة لا منتي لين تلي تمشي لين حوز عليها نعدل لها رحيلة هي الخاص بها دون الانساب ونعطيه له وتماشي. الدستور ذيك مولية، ذيك مولي سنة، اللي مشى عليها عدل سنة، واللي مولي ما مشى عليها راهو ما مشى عليها. المرأة كانت تعقد دير العقدة وينقال 100,000 الله 200,000 والله 50,000 اليوم ذاك مات له خالق. عادت الناس المتأكدة من الشريعة والدستور اللي ينعقد 4 دينار واللي ينعقد على الراجل وتعقد المرأة عليه. أقبل راه هو ذا تفاخير القادر هو عليه يجيبه، واللي ما هو قادر عليه ما هو قادر عليه. بالنسبة للسلام والفسخة وعقيد الخيط، هذا اللي كانت الناس تعقد الخيط وتقول هذه الطفلة دارها لفلان، هذا زين به اللي تقريبا هذه الطفلة الناس الكبار قد يعودوا عندهم فيها نظر، ما هو قاع عند الطفل اللي قاع بيه اللي قد تعود ضعيفة قد يعودوا لها ضعيفين. سمعت ذاك وعليه عار يرفدها، لعاد من تعمه والله من تخالته والله ذاك اليوم عليه عار يرفدها. زين عليه يتفق معاه لعاد عنده شيء يعود النافع حد قريب من أهله. والفسخة زاد هي زينة يا قرقع الناس قامت عنها وهي والله إلا زينة وزين السلام. الدستور الصا والله انا بعد اللي عادي عندي انا الدستور ما هو زين عندي. وسابق الدستور كان يعود حد لابد داله من يحاني يجيب صداق الجاب فلان ذاك وجاب فلان ذاك الفلان. سمعت ذاك منين بعد اللي جد دستور انا بحال تعني كيف قلت لك خايفه يتعاقب كلامي. انا حالاتي اللي عليها تكبرت ما هو زين عندنا يا غير منين اللي يجون نظرك الرجاله ويقولوا ان الرجاله هم المطبقين فينا، يقولون عن الدستور عنه الله هو الخالق وعنه خفف للناس الضعفاء. اياك تساوى الناس القوي يتخيم والضعيف يتخيم. سمعت ذا. اذا بعد شفنا لهذا العنصر اللي فيه بعض السيدات ضد السلام واللي ضد الفسخه واللي ضد واللي معاه واللي ضد الدستور والدستير، نبغى نعرف دارك منكم اسباب عزوف الشباب وشنو مدى انعكاسات هاي العزوف. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا طبعا ضد العادات وضد التقاليد نهائيا كاملة. وما إلا فيها شيء يجمع الناس وفيها صلة الرحم. هذه مات لها تاريخها ولا مناسبة وتوف ما هي على مقاسنا احنا في المدينة. اش خاسر على المشارقة واش خاسر على المغاربة واحنا ما نقدر نعود قطعا في جزيرة وحدنا معزولين. المشارقة عندهم أعلنوا بالنص 100 على العريس و100 على العروس، ما في شد اخبار اني تتخطى ذيك بوقيه يقوم العياط. بالتالي متناصفين القضيه، معدلين القضيه مناصفه. المروه تجي لا عاقب الزواج، هو زواج عباره عن مبايعه عن المهر دارك. احنا مرتين ما نحدوه به اللي ما يحدد ولا يناقش. اصلا ما كان يناقش ولا كان يحدد، اصلا ما كان يناقش ولا كان يحدد. يا غير كانوا اهل العريس الراجل كانوا يعدلوا نوع من التعويض. احنا خلينا ذيك العادة لها وعدنا اليوم المنهكة للراجل دائما. هذا سبب لنا مسألتين، سبب لنا عزوف الرجال الشباب خاصة عن الزواج لأنهم ما عندهم مقدرة تمويلية اللي قالوا الزواج. ثانيا ما عندهم عون من المرأة، لأنك أنت أي مرأة اليوم قبضتها قاعدة في البيت معناه أنك أنت زدت العوين بهبزة، كنت تصير على راسك واهلك والله تصير على اخواتك واخوتك، عدت تصير على عالة ثانية جاتك جديدة. بالتالي انت المشكلة ما هو حساب الزواج، المشكلة ما بعد الزواج. ذا هو يلا يبرمج وهو يلا يرقله، بمعنى على ذي العادات وذي التقاليد ما تصلح ان احنا في المدينة. فم قضايا اخرى وتتعلق ايضا بديننا، يجب علينا نتمسكوا به، يجب علينا نتمسكوا بديننا، لان فم بعض من القضايا عاد للاسف مؤدي للشابات والشباب العزوف عن الزواج، وهي نوع نوع من الشذوذ اللي مثلا ما يسمح به ديننا. وعاد قاع بالنسبه للشاب
يشيد رغبته بدون مثلا انه يسقد عرس ولا يسقد مثلا يحزنون. وبالنسبه للفتاه ايضا عادت تملي عندها فضاء مفتوح وعادت متواصلة مع الشباب، وبالتالي نعم هذا نوع من المسلكيات خطير جدا، واحنا ينافي وله قطعا في العادات وله قطعا في التقاليد، واما الدين قاعد ما هو فيه. بالتالي انا من وجهة نظري على ان هذه العادات وهذه التقاليد اصبحت بائدة، ويجب على المدى تتخطاها، كيف يلا تتخطى كبل وسقف مبديه، وكيف يلا تتخطى قدر من الامور. نفس الموضوع نعم، يقال عن مثلا الناس اللي روجوا عن تم هذه المباهات والمغالات وهذه الابتداعات اللي تبتدع، انه فم ناس في المجتمع مستفيدين من هذا وانهم يروجوا له ويعيبوا بالتالي حد ما اكيد 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 فم 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 قطعا بعد اراذل الناس اللي مثلا هو اللي هو اراذل هو تشتغل على لا هي لو انها ما اراد هي لو انها ما اراذل تشتغل وتعود رجال ولا تعود عليات. المشكلة على انهم هما لو انهم هم اراذل يحاولوا هما يعودوا يلتحقوا بالركب ويعودوا يشتغلوا ويعودوا ينتجوا ويحاولوا يعرفوا على انهم وطنهم فاصل فيهم ومجتمعهم فاصل فيهم ويلا يشتغلوا قاعد ويخلوا عنهم الامور الاخرى اللي عايشين عليها. لا ينكر نعم. شوي الغايب انا اتبعت مصطلح الفسخة وكنت نختار نعرف وجاي مناش فعلا الفسخة عاد شافة يوال هي من فعل فسخة انا افسخ غير كنت باحث اللي يفسخ شنو وجبرت عنها تقريبا تقعد راجعة لفسيخ الحلي كتشاك عنه فسيخ الباس معناها عن مثلا الباس كان جديد يفسخوه يعطوه لأصهارهم معناها فسيخ الحلي والأواني وشمل الفريشة كان عند الطفلة وتعطيه لأصهارها من يدقيس الخيمة الأخرى. بالتالي الفسخة ما كان يكلف فيها وإنما هي مسائل موجودة ومفيدة من اللي يستفاد منها. أنا ما يخرص لك الفسخة حالا عبارة عن شيء من الصرميات هذا الصرميات ما هي مستعملة ما هي تستخدم وشي من القدحات وفعلا تنفع في التراث غير بعد ما هي فايده الاسره الجديده ولا هي فايده الاسره القايستها. مثلا انا قبضت لك عدد دراسه عن مثلا الشاب هذا كارو عن الغايب اللي ما جاء لا مداخلته عنه مثلا عنده 800,000 لا يكفي 800,000 لا يزقل عليه اللي هو 400,000 طبعا في امور اخرى تتعلق بهم هما لانهم ولدهم هم يكبر لابد هم يزقلوش طبعا. فما هالمراه لا يعدل ندويه الخطبه 100,000 تقريبا على الاقل، ندوية السلام 150,000، ندوية العقد 350,000، طارت 600. هما لا يجيهم المهر لا 500، إذا عندهم ناقص 100. لا هي يمشوا محارب 200 ولا 300، عاد عندهم ناقص 400. لا هي يعدوا الفسخة عادة تعود تساوي المهر ضربة 3. مناع عن هذو الناس اللي جاتهم 800,000 وهلو هو زقلوا عليها 400,000، لا هي زقلوا في الأخير 2,100,000. هون أنا نعرف عن في الهند المرأة هي اللي تدفع المهر. وكنت بأصحابي هنود واحد منهم خرجت له طفلة ولا طفلتين يقعد عربط بيقول له لابد له من كيلين والله 3 كيلوات من الذهب إلى المهر مناته. احنا هون من يتعد هذا برقلة محاسبية هو لك هي المرأة زقلوا ما جاتهم 800 وزقلوا 1,100,000 معناها هون لا ترين ان الفسخة هذه انها عادة حكما هي كان المرأة وكان المرأة هي اللي تدفع المهر الأخير. بسم الله الرحمن الرحيم. الفسخة على مراحل، على كل حال الفسخة لا شمل العادات اللي قد تمسكنا بهم نحن الموريتانيين و شمل الناس يشوف عنها لباس بها اللي فيها صيلة ومودة وفيها مودة وفيها مولي. الفسخة عبارة عن ياس من روايات يجتمعوا وربما تعود قاع ما هي طفلة وحدها بعد بالنسبة للناس الأولى هي المعادة محادة الأقارب كاملين الخالات والعمات وآخر خلق يشارك فيهم كل يجيب سهمه منهم ومشاول لك الناس منين ومشاول لهم بصلا عادة الإنسان اللي جايبهم يطالوا منهم سهم ويبدوا مولي على زر ذاك الراجل كامل من أهله وعدوا صيلة رحيم. يا غير هي الفسخة هذه منه لا يستفيد منها هي لا يتوزع هي ما لا يستفيدونها هي المرأة ولا يستفيدونها الأسرة الجديدة ولا يستفيدونها هم اللي هل الراجل هي أنا نعرف نعرف أسر تجيهم فسخة ويعقبوا يسلفوا يوم اللي يراضوا شيء يلا يقسموها ويقسموك شيء يعودوا يسلفوا إياك يراضوا لك الناس الآخرين. هذا بعد 2,300,000 شوف على كل حال مشاو بعد الفوج ما سبب يعني على كل حال قلت حق يا قال الفسخة أكبر من الصداق. صداق عنده مثال يقوله البيضان ما يعمر وحدين قايسهم ولا يخلي وحدين ماشي من عنده. هذا هو صداق قاع لانه بعد قاع ركن من اركان هذا هو صداق هي يعني معناه بعد يارتو لا يوحد في الناس الماشي من عندهم ما يخليهم والجاي ما يعمر
هذه الكلمه ربما تعود من هذه من هذا الكلام اللي هاي الببليستي اللي تعدل يكتم الناس واستفاد منها كم يقسم ما يستفاد منه الناس هذا ما هو على كل حال هاي الببليستي تعدل اللي هو زواج مثله وعدل عنده ياس من الدعايات كيف ما قال وجراني عنه فم ياس من الناس يصير له دعايات اللي قد يعودوا صالح هو صالح هو شخصيا صحيح يا قاير المجتمع الموريتاني مرقب ينهض نهضه متن من ذا المعدل ضار ما ولا ينبذوك العادات ولا لا ينبذوك التقاليد باللي ما دامت منين طفلة منين تعود خت صاحبتها والله متعمها والله عدا تعرفها وصوت قت مليونين وتعود هي ما بيت تزوج الإنسان قد شريكة يبني معها أسرة تعود صالحة ويجبروش من الذرية تعود لها تعود صالحة بعدنا ما جابوا لها هي مليونين والله لو بدالها من إنسان عنده رتبة عالية هاي ذرك إحنا ذرك اللي قلت نشتغل عليه تحسيس ودعاية للشباب يعودوا ينقبضوا لهم مادة كيف مادة اللي ينقبضوا الطباب النفسيين يعودوا يهيئوا ظروفه إياك تقبل تدخل هو لا كيف أنا قاعد يدخل في رواية ما قد شاف إذا أنا اللي ذا اللي بالنسبة لنا نحن الناس الأولى اللي نعرفه ذا ذا العنر الأول هم مشاو عنه وهذا الثاني ما هم قادرين يدخلوا بهم اللي بهم اللي ظروفهم تان عليهم زين حط وعاد واقفين توفي نص المسافة إذا نواصل إن شاء الله تعالى نواصل النقاش بعد هذا الفاصل منابر واكبة أسبوعية لأصداء الخطب المنبرية نتنقل بين المساجد نرصد ونختار لكم أكثر خطباء الجمعة تأثيرا وفاعلية منابر خطب مؤثرة وتفاعل مع قضايا الوطن والأمة من بيوت الله عبر قناة المرابطون مرحبا بكم سهلا في هذا الجزء الأخير من برنامج خروجو خالق لأن أقول لكم جزء من صب قط كتبه محمد المليح عن بعض هذه المواضيع وعن الاختيار كان الاختيار أيضا له دخل في اللي شاهدنا أخباره قط قالوا المليح واحد يدور واحدة رادة سوقها كان يعاون خلاصها في شوقها واللي دور واحدة قد تغمر واللي دور واحدة عليه ستأمر واللي دور واحدة جاهل الموضة واللي دور شقة واللي دور أوضة واللي دور واحدة قال لها تقوله واللي دور واحد قاطع موله والما هو عارف إيش كيف في دورها واللي دور ولا عارف دورها واللي دوره معنى أوه وظيفته واللي دورها عكسه واللي دورها كيفته واللي أهله يدوره وناس بوها واللي دور أمها واللي دور بوها نختار نعرف كان مسألة الاختيار هذه مثلا الشاب الفتاة المتعلمة يقولوا عنها واقع بين مسألتين إما أن تكمل دراستها في فوت القطار والله ما اللي تخسر والله ما اللي تتزوج وبالتالي لا يتوحل في التركة ولا يتكمل دراسته هذا ذلك الخيارين بسم الله توافق بينهم والله مثلا هي زادية هل عندها مساهمة زادية في تأخير نسبة المساهمة في العنوسة وتأخير نسبة تأخير سن الزواج طبعا المرأة ما لها حول ولا قوة خصوصا الفتاة بلي هي تمشي من سيطرة الأهل وجل سيطرة الزوج يعني المرأة دائما قاع ما يشي يخاف شي يقارب أنا قايلة أن مسألة اختيار شريك الحياة وشريكة الحياة هو أنا بعد أساسي عندي حسب وجهة نظري أكثر من المادة شوف حتى ولو تأخر ذاك مهما كانت الظروف مهما كانت الظروف شفت نحن انت وخلصوا هذه الشعوب الاخرى كلهم يحتفل بعيد زواج 50
بينما الموريتاني هنا عندهم 20 سنة إلى آخره. لماذا؟ لأن أصلا زواج ذاك المادة مبنى على التفاهم، على أنه اختارها هي باقتناع من نفسه، خارج عن إرادة الأهل وخارج عن آراء الأهل وتحكم الأهل. وهي كذلك هي عندها دور ربما ضئيل في اختيار، لقد دور الكبار دائما يعود للراجل، هو اللي يختار شريك حياته بعيد عن يقولوا ملي عن التراتبية، عن الطفلة ما يلا ترصى فختها، عن هذا ملي يقعد سبب ذي بعض عادات، بعض عادات موجودة طبعا، يقال بعض ضئيلة جدا ضئيلة جدا عند بعض الأسر اللي دائما هذه العادات. يقال ربما المادة أساسا هي المادة دائما يجي خطيب معنا عن نقول مثلا عن البطالة، عن طبعا والله البطالة هاي ظروف معيشية صعبة هي أساسا اللي كارثة الشباب على الزواج. يا بالطبع على كل حال هذه من الأسباب اللي تكرد الشاب عن الزواج. نشوفوا أبو جرانة، يقال إن مقابل كل شاب عاطل هناك فتاة عانس، هاي المعادلة لك عنها صالحة والله، فتاتين والله ثلاثة. مقابل كل شاب عاطل هناك فتاة عانس. أكيد هذا دقيق. أكيد لو لا نجول الدستور. نعم الدستور هذا ندري كانوا حل لمسألة مغالاة المهور وهي التوابع اللي تتبعها. الدستور عبارة عن فخذ والله خيام من فخذ، أنا ما خارج قبيلة من دستور عند عنا يغير قد الفخذ دسترون قبائل والله مدن حتى قرى دسترون مثلا خيام وعود واحدين ما مزارقين على الدستور ويتم يمرقوا عليه، والناس من المدسترة الناس مدسترة قال تفو يوك مدسترين معناها أنا عاد تعيب وعاد تحارب. ندرك كان الدستور هذا كان وسابقا لنا نقول لك هنا شوي مصبل والمليح قط تكتم مثلا ودسترة بك 5000 إن كان له بين تاني فأكثر، وفين بلغنا 5 دفع المهر، وهذه الكبرى فقط خلاف كذي واحدة أقحمت على 30 وفت لها في رقبة أول متقدم فإن تأخر دكمرها عليه. هذه ربما حيلك النوع من صعوبة عادة تربية البنات. أكيد وكيف قلت لك عن الهنود، واحد منهم خلقت له طفلة ولا طفلتين ولا يعقب يدفع المهر، هذا ركات إياها ألا ترى أنه ما يتماشى حتى مع تعاليم الإسلام وتعاليم؟ شوف إحنا أصلا مجتمع مغلق كي تعرف، وعندنا مثلا قدر من الأمور اللي خص بنا إحنا، وبالتالي أعتقد على أن الدستور لا يعود حل مبدئي بين اللي احنا تعودنا على أن أمورنا دائما لابد أن تأخذ من القبيلة والفخذ والعشيرة، يعني مراحل يجب علينا تمر مراحل ياك تنضج وتعود مثلا متداولة بين الناس ياك قد المجتمع يتقبلها. أكيد حل مؤقت، حل مؤقت. إذا لا ينقصوا حل آخر يقولوا الناس الزواج السرية هذا طالك عنه حال المشكلة والله يدين مشاكلك. زواج السرية ذاك موضوع آخر وحده. طالك سرية خالك سري، خالك زواج سري وخالك سري للغاية. زواج سري هو هذا اللي يقدم عليه الشاب اللي ما هو قادر يعلن ما عنده شباط للعلم. ما هو سري للغاية يقدم عليه البطارين، ذاك ما هو شد أخبار البطارين والنفوذ، ذاك ما هو شد أخبار نظر كارك لا سري وتو. السري هذا اللي يرجئ له الشباب، يرجئ له نظرا لعزوفهم عن الزواج، وعود الواحد مثلا لابد من يقيس امرأة كبيرة في السن والله تكبر في السن والله هو حل ما هو مشكله هو حل لابد هاي المرأة تترك اللي يعق ويضيع احنا فرض علينا من نشجع الحل الجائز عن الحلول الاخرى. اي حل جائز واي حل تسمح به الشريعه الاسلاميه هذا قطعا على انه مقبول، ما نقدر نرفضه. هاي الحلول الدستير وزواج السري هذا ترى كانوا حلول عندكم لهي المشكله والله؟ الدساتير نعم حلول، قمنا نقبلوا حلول الدساتير ربما صعبة دائما متعقدة من نقبلوا حلول الزواج السري. على السري عن مشكلة لا يزيد عن مشاكل أكثر، وخصوصا يعني اكتشف بعد فترة حالة الغرور كان. شوف رأي والدتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا خارج شي هون ماني متوافقة مع الخلطة علي. الدستور عينة من الاستهزاء بالعلايات اللي المرأة انت من عطى لها مهر على كل حال افضل كنا عند الله قاعد اقول لك انه مهر قالوا كنا مهر يا قارن مولي خرمه بدرجه من يعود الدستور معدل للمراه مرة يعطى لهم 200 الف ما زاقليش ما عنده فسخه ولا محاره ولا شيء ياك ما في كذا ياك ما بخلي تمر وتموريتاني ياك ما يقدي صح خلي حد يخلي من تماش عند ما عليه ما ملفه من قاصه ولا ملفه من سيفسه لابد انه يديروا ظروف تجي تعود تجيبهم
هذه المرأة كانت وزنها أصلا كانت عند الأنساب، قيمة جسمها هي وذا اللي تجيب لترحل به، ومن تعود لها تدستر، معناها علينا الشاب اليوم إلى تافق مع هذه الطفلة مدسترة، والصبح ظروفها ما مكنوا لا يمشي يطيق مستلاف واحد آخر يعود معه ويعود يقد يجي يزقنا التلاعب يتلاعب النساء رجال موريتانيا يلتهم يحكمون بظروف قد يعودوا يعدوا معهم الأسرة غليظ وانه على كل حال قد يعود ما هو بلاحف ذيك الدرجة يقال يعودوا ما يخرج معكم يعني شفنا الأسرة اللي جوا ملايين مليون الله ثنين تقبل المرأة 20,000 شمعات تقبلها ليش؟ ما تقبلها كامل؟ تقبلها مو الطفلة تقبلها 20,000 والآخر طردوا عنها. هذا دستور؟ هذا دستور. الله. هذا على كل حال ما يتواس ولا هم اللي ما هم يرقبش بيجي الصبح ذاك الشاب يقعد يعطي مليون لواحدة أخرى تقبلها 20,000 تردوا له وبعد فلت ورجعت له. معناها عن العدنا اللي صحك حقه إن همنا نعدل شيء ضد قلت الزواج وذوك الروايات تنشاف خطأ ملائمة ل هو ذا اللي يقولوا لك عن الشاب انه يعرف يكون راسه وسابق يقدم على المسألة. تكوين الراس هذا شنو؟ ندري كان الدار والوت ورصيد في البنك ووظيفه محترمه وشنو هو التكوين؟ شو هو اللي كثر الطلاق؟ شو هو اللي كثر الطلاق في الشبان؟ على كل حاجه خلق الاختيار. مش الشاب يعود مثقف المراه الطفله مثقفه ويختاروا. يا قال لا هي رجل انهم يسكنوا مع اهله هو والله اللي هي. هاك ملك لا يجوا ها. ياك منين يسكنوا تسكنوا مع اهله هي والله اللي يعود ظروفهم لا يعود هو زايز. لا ما المنزل منزل انت عندك هذه المسائل اهم منها اهم كامل المنزل اهمها كامل المنزل حتعود منزله وبعدين بين اللي الناس الاولى يقول لك ظل صدره ولا شك خيمته مرصع عملها صمك امك المخليته حد مساعد عليها يبني اسره واخذ باص اكتموا الانسان معاه غير ساعه هاي مشكله اللي لا يبنوا في الصغيره وتو من عندهم مشكله خيمه مش راويط بارك مشكلته المنزل حد يتبارك معاه غير حد يتبارك معاه يعطي سنوات غير حد عنده منزل جاي وما كيف تلقاه ما عنده شيء كاريدال يقفلوا كرايه والله مولي خلاص ساكن عند نساب جيد اي صح فما بوزرانا فما حلول اخرى اتخذتها بعض الدول كيف وان كانت دول الخليج والدول عنها غنيه وان احنا نقدر ما نقدر نحامروها خارج قالوا صندوق الزواج هذا معمول به في السعوديه وفي الامارات والكويت خارجين قالوا الزواج الجماعي معمول فيه في أكثر البلدان العربية. أكيد. ترى كان الزواج الجماعي هذا ما هو حل الهي مثلا سبعة والله عشرة يتحماوا على يعدلوا سهرة واحدة ويعدلوا الحفلة هذه وهذه خالقة ونعرف تركها في الخليج ولا تخيام كبارات وعندهم يدخلوا في الزواج الجماعي ولا في مشكلة عندهم. نعم دعينا صندوق الزواج هذا حتى وإذا عاد ما هو كضو يعود هناك بعض صندوق يستله مثلا لحد مقدم على الزواج دعينا له اكثر من مره الجمعيات منظمه المجتمع المدني انها تحاول تنظم النوع من الزيجات خصوصا الزواج الجماعي اللي شفنا حتى في اضعف الدول كيف مثلا على سبيل المثال حماس شفنا 500 شاب زوجت ليله واحده و500 شاب و500 فتاه وهذا شيء جيد كلهم لحقوا ذاك اللي لحقوا من التكاليف قليل وهذا في الحقيقة دور المجتمع المدني اللي شبه غايب في البلد المجتمع المدني وندعيه من ذا المنبر المحترم على أنهم يحاولوا يعدلوا التجربة ويحاولوا يرفعوا من مستوى الزيجة في الشباب ويحاولوا أيضا على أنهم لا يزوجوا اثنين ما هو اثنين عندهم أسس قاد تستمر الحياة لأنك تيلا زوجت قاعب واحدة ديهم وطلقتها الصبح ذا ما هو حل ويكثر الطلاق في المجتمع ويكثر ايضا تشرد الابناء ويكثر اطفال الشوارع ويكثر قدر من المشاكل بالتالي يجب على ان الزواج يعود زيجات مدروسه ولا باس ان كانت جماعيه او تكافل اجتماعي او ما شابه نشوف راي الزواج الجماعي شو ماشي عندكم هو وصندوق الزواج هذا الزواج الجماعي حقيقه هو مساعده للشباب والفتيات غير موقع المجتمع قد يصلح فيه وخصوصا مجتمعنا نحن قاع مازال ياسر من مسائل قارب توحرة اشتراك في زواج جماعي كله يبقي عدل الزواج بطريقته الخاصة ما يشرك فيه فلان ولا علان كله مقتنع بذلك مشكلتنا في المجتمع المهتاني مباهات وشي ما هو عدل نعم والله المباهات أفقر أسرة هي حفلتها هي أكبر حفلات صحيح ما نبغى يظهر يكون عن نحن الفوقانيين وعن نحن وكل شيء صحيح دائما المناسبات الفخمة ودائما الحفلات الفخمة تعدل على التباهي أيوة. مسألة التباهي مسألة توفف وقت ويبقى تبقى يعني تبقى الخاتمة إن شاء الله شوف الوالدة
الزواج الجماعي هذا شو ما سعني؟ الزواج الجماعي موريتاني قاع ما يصح فيه. ما يصح فيه؟ قال موريتاني. ها. ينقال عنها ينقال عن موريتاني إنه يظهر في درس مساي. مخلاقته ومزواجه وميته. أنا عنه زواج الجماعي ما قد يخلق فيه. أنا بعد ياس. هو وحده. زواج بعد قاع يظهر بالشاف. شاف يوم وحده بعد قاع. وحده. يخلاقته. به اللي يبدأ يسمى بياسم ويوم زواجه به اللي ينزرق ياسم الفضاء ويجي ياسم الروايات ويوم اللي ميته به اللي يفوت الناس أكثر من القاية يتحصر وينتحر له لكن طبال يعني لو كحس في له ما هو خروجه على أي حرقة تخرجه لكن طبال طبال لها صيدات البولي عدو بذلك المناسبة الزواج الجماعي مدلها لها ما طبقه فورتاني لا بد له من ياسم من طرق ونبقوا بعد على كل حال يخلق ذلك عن مواصل حنا وتوانا كم صار ما يصح ما وقع من عادات المروة والتخيم والفخر ما يصلح له واعر على حد من يجبر ماشي قايس مدى يعدل عنده زواج جماعي هم سبب قال عن موضوعي هو التعليم هذا مثلا عن التعليم انه يقبض 24 سنه وحياه 30 سنه هي هو فعلا ايضا من المؤثرات على يعتبر تعليم الفتيات ولا والفتيان تعليم كيفاش كيف مثلا ما لا يدخل مدرسه دارك ما قديمه ما كانت خالقه مدرسه وحدها تقبل 32 سنه تقريبا من عمر الشاب اكيد منا عن احنا نقول مثلا عن الانس اللي تلحق سنه 30 قاع ما تفوت قرايته منا عن الانس يارته تقول لا 40 والشاب مولي يخلع عليه لا تخطى ال 40 نورمال ما هذا 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 طبعا يخلقه غير يخلق لا في حاله مثلا مدى ما هي مثقفه ومدى ما هي واعيه مدى مثقفه ومدى واعيه على كل حال إذا ما ي... ما ي... ما ي... ما يعدلها شكله ما يخلعك بعد ما هو براني عليا بعد إذا في نهاية هاي الحلقة من برنامج خروجه لا يسعني إلا أن أشكر السادة الضيوف الشيخ أحمد البوزرانة والأخت خديجة بنت عبد العالم ووالدتنا الطفيلة بنت وداعة ورانا ضيف الكالة يجينا قبل ما جانا شاكرين وبعد على كل حال أشكر جزيل الشكر والطاقم الفني الذي أشرف على هذه الحلقة المخرج المتألق عبد الرحمن الحمود والشباب اللي معاه على الأجهزة الفنية كاملة وإلى حلقة جديدة من برنامج خروجه استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته